هكذا يبدو المشهد في نهم، اشتداد للمعارك بين قوات الجيش الوطني من جهة والميليشيا من جهة أخرى، حيث تتسارع خطوات هؤلاء من جديد لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية نهم شرق صنعاء. معارك الساعات الأخيرة اندلعت عقب محاولات الميليشيا التسلل إلى مواقع عسكرية تسيطر عليها قوات الجيش الوطني في نهم، وتؤكد المصادر الميدانية أن المواجهات تركزت في مناطق بران والمدفون، ما أسفر عن مقتل نحو 30 عنصرا من أفراد الميليشيا وإصابة آخرين. وفي الجوف أيضا وتحديدا في مديرية المتون اندلعت مواجهات عنيفة تركزت في موقعي قيزان وملحان بجبهة السلان غرب المديرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا. وبالتزامن مع المعارك على الأرض، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت عربات عسكرية للميليشيا في جبهة حام شمال مديرية المتون. ويهدف الجيش الوطني إلى تكثيف هجماته على الميليشيا في جبهتي نهم والجوف بغية السيطرة على مواقع جديدة لاستكمال تحريرها من قبضة الميليشيا.